بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لسلسلتنا في شرح السبيشال امبريولوجي اللي بتتناول قضية الديفلوبمنت اوف ذا بودي سيستمز، موضوعنا النهارده هو الديفلوبمنت اوف ذا كارديو فاسكولار سيستم، ذا هارت اند بلاد فيزلز. قبل ما نتكلم عن تفاصيل الانباء اللي هتحكي لنا قصة الديفلوبمنت اوف ذا هارت اند بلاد فيزلز، انا عاوز اتكلم على نقطة مهمة لابد ان احنا نستوعبها كويس علشان نفهم كيفية تكون الاورجانز بداخل البودي. الموضوع ده اسمه الجريديشن اوف اورجان فورميشن، يعني التسلسل التدريجي التصاعدي في وصف الأورجان فورميشن. لازم ننتبه جيدا لأن كل البودي أورجانز تخرج من ثلاث أصول. الثلاث أصول ديت هي الثري إمبريولوجيكال ستراكشرز المعروفة باسم الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم. الإكتوديرم اللي بعد الفولدنج بقى اصبح الكفرنج لاير اوف ذا امبريو، والميزوديرم كانت السوفت تيشو ماس اللي بتشكل بحر عظيم من الخلايا القابله للتشكل في اي هيئه، خلايا بدائيه ممكن تتحول الى خلايا اخرى زي بون فورمينج سيلز، زي muscle forming cells، زي cardiac forming cells او cardiogenic cells. كل دي نبع من عجينة او بحر الخلايا العظيم اللي اسمه ميزوديرم. مزروع في قلب الميزوديرم endodermal tube اسمها الجات tube، هيخرج ايضا منها عدد من الderivatives، عدد من الorgans. ديت نشأة البودي أورجانز، ترجع إلى الثلاثة إمبريولوجيكال ستراكشرز اللي نتكلم عليهم اللي اتكلمنا عليهم حالا. بعد النشأة، بعد ما عرفنا أصل النشأة، تعالوا نشوفوا أول خطوة في عملية تكون الأورجانز اللي اسمها سيلولار ديفرانشيشن. سيلولار ديفرانشيشن يعني بعض من خلايا الإكتوديرم أو الميزوديرم أو الإندوديرم تتحول إلى الخلايا الأولية للعضو المستهدف تكوينه. يعني بنقول يحصل سيلولار بروليفريشن لخلايا الثلاث طبقات بأنها تتحول أو تحول شكلها إلى البريمورديال سيلز، الخلايا الأولية للأعضاء المستهدف تكوينها للتارجت أورجانز. يعقب هذا السيلولار ديفرانشيشن يعقب هذا التميز عملية اسمها سيلولار بروليفريشن، تكاثر الخلايا البريمورديال سيلز اللي تميزت من الثلاث طبقات تبتدي تتكاثر، تتكاثر في العدد علشان تكون حاجة من اتنين، تكون سوليد ماسز تتحول لسوليد اورجانز، اورجان مقفول مفيش فيه كافيتي زي الليفر زي الاسبلين زي الكدني زي البنكرياس، او تتحول الى هولو اورجان في كافيتي زي البلاد فيزلز او الليمفاتيك فيزلز. دي الخطوه اللي اسمها سيلولار بروليفريشن اللي اعقبت السيلولار ديفرانشيشن. الخطوه اللي بعد السيلولار بروليفريشن هي خطوة الترانسفورميشن، تتحول البروليفريتد ماس الخلايا أو الكتل المتكونة من الخلايا المتكاثرة تحول شكلها، هي للخلايا لما تكسرت تحولت إلى سوليد ماسز، عملت زي العجينة، العجينة اللي بيعملوا منها القرص والقراقيش بالطريقة المصرية المخبوزات، يعني العجينة دي هي السوليد ماسز. عاوز تحولها بقى لقرصة
عاوز تحولها لقرقوشة، عاوز تحولها لبقسماطة. العملية دي اسمها التشكل أو الترانسفورميشن. هتتاخد هذه العجينة وتتشكل في صورة الأورجن المراد تكوينه. بيسموا العملية دي الترانسفورميشن of the proliferated masses علشان تاخد شكل الأورجن المحدد. يعني إيه؟ يعني إحنا كان عندنا عجينة solid masses اللي طلعت من cellular differentiation بالproliferation. هذه العجينة تتبطط، تتكور، تنضغط علشان تتحول إلى شيب لأورجن. فنجد مثلا في حالة الليفر العجينة ديت بدل ما هي كورة مدورة تتحول إلى وجه. في حالة البنكرياس تتحول إلى كاروت شيب. في حالة السبلين تتحول إلى فيست لايك، يعني شكل قبضة اليد، وهكذا. بعد عملية الترانسفورميشن، بعد تغير الشكل، الخطوة اللي بعد كده اسمها الترانسبوزيشن، تغيير المكان اللي اتكون فيه الأورجن. يعني ايه؟ يعني الأورجن اتكون مبدئيا في مكان ما في جسم الجنين، لكن المكان ده مش مناسب لأداء وظيفته، فينتقل، يحصل له مايجريشن، يغير البوزيشن بتاعه إلى مكان آخر مناسب لأداء وظيفته. العملية دي بنسميها الترانسبوزيشن of the formed organ by changing أو by migration. بالهجرة، بأنه يهاجر، يترك الأوريجينال بليس أوف فورميشن، يترك مكان تكونه الأساسي، يروح للفاينل بوزيشن انسايد ذا بودي. مثال لها التستس والأوفري، الخصية والمبيض، بيتكونوا في الجنين في البوستير أبدومينال وول، لكن دي أماكن مش مناسبة لأداء الوظيفة، فتهاجر في التستس وتقعد في السكروتم، أو تهاجر في المبيض وتروح للبلفيك كافيتي. ده مثال. مثال تاني الكدني. الكدني لما بتتكون اساسا بتتكون في البلفس، لكن مكان مش مناسب لاداء وظيفتها، فبتروح تقعد في البوستير ابدومينال وول. يسموا العمليه ديت الترانسبوزيشن، عمليه التنقل. واخيرا الاورجان ياخد شكله الجمالي، يحصل له ماتيوريشن، يحاط بكبسول، ويبتدي بقى ايه، يتاقلم مع البوزيشن اللي قاعد فيه، في عمليه تعرف باسم الماتيوريشن of the formed organ. ديت الخطوات اللي معظم الأورجانز of the human body بتمر بيها عبر مراحل تكوينها. كل الخطوات ده هي بتستغرق الفترة من بعد الأسبوع الرابع، لكن التشكل بتاعها او التكون بتاعها يعني بيستمر لحد الاسبوع الثامن، وبتنتقل من مكانها من الشهر الثالث الى حد يعني الشهر التاسع، اللي هي المراحل بس في الترانسبوزيشن والماتيوريشن. اذا عمليه الفورميشن من الاسبوع الرابع للاسبوع الثامن، عمليه الترانسبوزيشن والماتيوريشن دي بتستغرق من الشهر الثالث للشهر التاسع، وأحيانا تستمر إلى ما بعد الولادة. دي الخطوات الأساسية لعملية الأورجان فورميشن. ناخد دلوقتي عندنا الهارت كيعني كأعظم مثال لأعظم أورجان في الهيومن بودي، ونشوف مراحل تكوينه. مراحل تكون الهارت، الديفلوبمنت اوف ذا هارت. يمر الهارت عبر مراحل تكوينه بست خطوات اساسيه، ستة ستيبس. اول ستيب بظهور ما يعرف باسم الكارديوجينيك فيلد. الخطوه الثانيه تكون الاندوكارديال تيوبس. الخطوة الثالثة formation of the primary heart tube. الخطوة الرابعة formation of the four cardiac chambers اللي لسه مش chambers، فعشان كده في المرحلة دي بيسموها expansions. الخطوة الخامسة تحول الهارت تيوب ذات الاكسبانشن الى cardiac loop. والخطوة السادسة والأخيرة هي differentiation of the cardiac loop أو expansions of the cardiac loop علشان تكون different heart chambers. دي المراحل الستة، الخطوات الستة لمراحل تشكل الهارت inside the human body.
ناخدهم مرحلة مرحلة ونبتدي بأولا الـ appearance of the cardiogenic field. كان الهارت في مراحل تكونه الأولى ابتدى مبكرا شوية عن الأسبوع الرابع. الهارت له خصوصية يا جماعة، بيبتدي مبكرا جدا في الأسبوع الثالث. إيه المنظر اللي أمامي ده؟ ده منظر للإمبريونيك ديسك، كويس، اللي كانت راوندد ان شيب ثم أصبحت أوفل ان شيب زي ما احنا شايفين، ثم أصبحت بير ان شيب. ما دام إمبريونيك ديسك يبقى لسه ما حصلش فيها فولدنج. المنظر اللي قدامي ده إمبريونيك ديسك بلا فولدنج، كويس. في هذه الديسك انا شايف بداخلها مجموعه استراكشرز، بريميتيف ستريك وبريميتيف نود، والمصطلحات دي اتقابلناها في عمليه شهيره تعرف باسم الجاستروليشن، عمليه تحول الامبريونيك ديسك من ديسك ذو طبقتين ايبيبلاست وهايبوبلاست الى ديسك ذو ثلاث طبقات. وكان لازم عشان تتكون الطبقة الثالثة طبقة الميزوبلاست يتكون بعض من الترانزيانت ستراكشرز زي البريميتيف ستريك والبريميتيف نود. ده في ستراكشر تاني هو بيتكون نيورال بليت، ده احد البارتس اوف ذا نيورال تيوب في عملية النيوروليشن. وكل من الجاستروليشن والنيوروليشن دي كانت احداث زي ما خدنا قبل كده في الجنرال امبريولوجي، كانت بتحدث في الاسبوع الثالث من البريجننسي افتر فيرتلايزيشن. اذا دي كانت النيورال بليت اللي هي جزء من النيورال تيوب او من مراحل تكون النيورال تيوب، ودي البريميتيف ستريك والبريميتيف نود دي اجزاء من مراحل تكون الانترا امبريونيك ميزوديرم الطبقه الثالثه. إذا هذه الإمبريونيك ديسك في عمر 3 أسابيع، بس إحنا شلنا من هنا الإيبيبلاست. لما شلنا الإيبيبلاست شفنا ما تحت الإيبيبلاست اللي هو النيورال تيوب أو النيورال بليت والبريميتيف ستريك والبريميتيف نود. فين الهارت هنا؟ لسه الهارت بدري عليه، لكن البدايات أول علامة من علامات تكون الهارت وان بعض الخلايا ام خلايا الهارت، جدة خلايا الهارت الام الجدة لخلايا الهارت كان اسمها كاردياك بروجينيتور سيلز. بروجينيتور يعني الخلايا الجدة للهارت. ايه الكاردياك بروجينيتور سيلز ديت؟ دي سيلز كانت موجودة among the epiplast، كانت قاعدة على السايدز اوف ذا بريميتيف ستريك. أول حاجة في منتصف الأسبوع الثالث هذه الكاردياك بروجينيتور سيلز اللي هي جدة خلايا الهارت بدأ يحصل لها مايجريشن من هذا المكان، وبدأت تمشي في كفالك أو سيفالك دايركشن، إيه؟ ومتجهة ناحية مين؟ ناحية الباكو فارينجيال ممبرين اللي هو مكان التقاء الإيبي بلاست بالهايبو بلاست، وراح جايه نازله تحت الهايب اللي تحت الباكو فارينجيال ميمبرين كودل للباكو، وتجمعت مع بعض كونت ايلاندز جزر. هذه الجزر سميت باسم كاردياك مايوبلاستس. ديت هي البدايه، سرعان ما اتحدت الكاردياك مايوبلاستس مع بعض علشان تكون هورس شو اندوسيليال تيوب، أنبوبة مكونة من إنديوسيليال سيلز متجمعت مع بعضها في منطقة ما تحت الباكو فارينجيال ميمبرين بداخل الانترا بداخل الإمبريونيك ديسك. ديت أول علامة. العلامة دي بيسموها كارديوجينيك فيلد. هذه هي البيئة اللي هيتكون من خلالها الهارت. هذا هو الحقل القلبي. هذه هي الخلايا اللي يتشكل منها الهارت. دي كانت البداية بتاعتنا. الخطوة اللي بعد كده
ان يتحول الهورس شو اندوسيليال تيوب الى تو تيوبس بداخل الامبريونيك ديسك تحت الباكوفرينجيال ميمبرين كودل تو ذا باكوفرينجيال ميمبرين في منتصف الاسبوع الثالث عند اليوم ال 19. فتتحول الهورس شو اندوكاردياك او اندوسيليال تيوب الى تو بارلل تيوبس في نفس المكان. التو تيوبس ديت هتفضل على اتصال مع فيزل يتكون في نفس التوقيت هو الدورسال اورطا، دي التو اندوكارديال تيوبس، وهيكونوا على اتصال بالدورسال اورطا اللي هو البريمتيف اورطا. التو تيوبس دول مع الوقت او مستقبلا يعني سيحاطم بتو بيريكارديال كافيتيز. جايين منين دول؟ لو نتذكر الانترا امبريونيك ميزوديرم اللي اتكون هنا بعد كده كان هيحصل له ديفرنشيشن لثلاث صفوف، البار اكزيل بتاع السومايتس والانترميدياتس بتاع النيفروجينيك كورد واللاترال ميزوديرم. اللاترال ميزوديرم ده اللي هيتحول للانترا امبريونيك كافيتي او الانترا امبريوكسيلم، جزء منه هيتقطع ويحوط الاندوكارديال تيوب ويصبح بعد ذلك البريكارديام. يبقى البريكارديام مستقبلا هيطلع منين؟ هيطلع من اللاترال امبريونيك انترا امبريونيك ميزوديرم اللي هو يتحول الى الانترا امبريونيك سيلم. طيب دي كانت الخطوه الثانيه في مراحل تكوين الهارت اللي هي تكون تو بارلل اندوكارديال تيوب. ده كان قبل الفولدنج، اللي احنا لسه في اليوم 19. اذا عدينا اليوم 21 ووصلنا للاسبوع الرابع هيحصل الفولدنج. لما هيحصل الفولدنج هيتغير شكل الجنين او يتغير شكل الامبريونيك ديسك وتصبح جنينا مجسما، لو هيد بلج، لو سوراسيك بلج، ولو امبلايكس وتيل، ولو باك. لكن نتيجه ان الفولدنج حصل في اتجاهين سيفالوكودال ولاترال او الترانسفيرس هيضغط على التو اندوكارديال تيوب ويحركهم، يحركهم هيقعدهم في الثوراسيك ريجون الفيوتشر ثوراكس ويقربهم من بعض لحد ما يلتصقوا ببعض في منطقة المنتصف. التو اندوكارديال تيوب غيروا مكانهم من تحت الاستوماديا من وقت قوم جايين نازلين تحت بفعل ضغط السيفالوكودال فولدنج والترانسفيرس فولدنج. السيفالوكودال فولدنج هيزقهم لتحت تقعد في الثوراسيك ريجون بدل ما قاعدين تحت الاستوموديوم. اللاترال فولدنج هيقربهم من بعض، ده سايد تو سايد، سايد تو سايد بريشر هيضغطهم ويقربوا من بعض لحد ما يلتصقوا في بعض علشان هيعمل الخطوه الثالثه من مراحل تكون الهارت اللي هي الفورميشن اوف ذا برايمري هارت تيوب. البرايمري هارت تيوب نشأت من الميتنج اوف ذا تو اندوكارديال تيوبس اند ذير فيوجن ات ذا ميدل بارت، يعني التقاء تو اندوكارديال تيوبس وتقربهم من بعض هينتج عنه التحامهم في بعض، بس الالتحام في الحقيقه مش هيكون كامل. الالتحام او الفيوجن اللي بتوين ذا تو اندوكارديال تيوبس هيكون في الميدل بارت، بينما التو سيفاليك بارتس فري وهيفضلوا ان كوميونيكيشن مع الدورسال اورطا، والتو كودال بارتس هيفضلوا فري يعني يعني سيبريت يعني ان يونايتد نون يونايتد، ويتصلوا مع ست اورده، ثلاثه في كل في كل هورن. الاورده ديت كانت التو كومن كاردينال فينز والتو فيتال لاين فينز والتو امبلايكال فينز. اذا البرايمري هارت تيوب ذا هارت المستقبل اللي نشأ من الميتنج اند يونيون اوف ذا تو اندوكارديال تيوبس نتيجه ضغط الفولدنج عليه حول شكل التو تيوبس لوان تيوب لها اتنين كفالك هورنز ما اتحدوش واتنين كودال هورنز ايضا ما اتحدوش. الدم هيوصل للهارت تيوب دي عشان يشغلها ازاي؟ دي مضخة صغيرة هتضخ الدم هيطلع من التو كفالك هورنز يمشي مع الدورسال اورطا، ومن الدورسال اورطا يروح للامبلايكال ارتري للامبلايكاس اللي بعد كده للبلاسنتا.
الدم هو راجع من البلاسنتا المشيمة بتاعت الأم، هيرجع عن طريق 6 أوردة، 3 في كل جانب، هيرجع عن طريق يعني هو هيرجع عن طريق وريد وريدين اتنين اللي هما توأم بلاكال فينز، لكن هيكونوا مصاحبين بوردين تانيين، بحيث يبقى مجموع الأوردة اللي تصل للتو كودال هورنز 3، واحد جاي من البلاسنتا اللي هو الأمبليكال فين، واحد جاي من اليوكساك اسمه فيتلاين فين، واحد جاي من جسم الجنين اسمه كومان كاردينال فين. اللي جاي من جسم الجنين ده جاي عن طريق واردين اتنين، كاردينال هنا ناقصة ان، انتيريور كاردينال فين ده هيجيب الدم من الهيد اند نيك، وبوستيريور كاردينال فين ده هيجيب الدم من الترانك بتاع الامبريو. كل الست اوردة دول التلاتة على كل جانب هيصبوا الدم بتاعهم في النهاية فين؟ هيصبوا الدم بتاعهم في الكودال هورن اوف ذا برايمري هارت تيوب. طب لو جينا نشوف منظر تاني كده، ادي منظر اخر للامبريو بعد ما حصل له الفولدنج، ادي الهارت تيوب، بس الهارت تيوب في المرحلة دي هنوت كانت عملت كاردياك لوب، لكن ديت مبدئيا الهارت تيوب. وادي السيفاليك اند وادي الكودال اند. السيفاليك اند هي كانت على اتصال مع مين؟ مع الاورطة. ده الاورطة اهو، ده الدورسال اورطة، ودي البرانشز اللي خارجة منه، وده الدورسال اورطة. والتو كودال اندز على اتصال بست اوردة، ثلاثة على كل ناحية. الناحية اللي قدامنا فيها الفيتال لاين فين اهو، جايب الدم منين؟ جايب الدم من الفيت من اليوكساك. والامبليكال فين جايب الدم منين؟ جايب الدم من البلاسنتا. والتو كومن كاردينال فينز اللي بيتجمعوا عن طريق واردين اتنين، الانتيريور كاردينال من الايد اندريك اهو، وادي البوستيريور كاردينال من بقيه الترانك. ديت كان الدم اللي طالع والدم اللي داخل للبرايمري هارت تيوب اللي اتكونت. طيب الخطوه اللي بعد كده اللي هي مراحل تشكل او نمو او الجروس او ديفلوبمنت اوف ذا برايمري هارت تيوب. البرايمري هارت تيوب اللي اتكونت من التو اندوكارديال تيوب سيحصل فيها حاجه غريبه، هيحصل هي بالذات فيري رابيد ايلونجيشن، بسرعه اسرع من بقيه اعضاء الجنين. عسيد قلب يشتغل بسرعه فيحصل لها فيري رابيد ايلونجيشن، هتطول وتستمر في الطول، ورغم انها بتطول الا انها تكون على استمرار اتصالها من السيفاليك اند بالدورسال اورطه ومن الكودال اند بالفينس سايد بالسته فينز اللي احنا ذكرناهم قبل كده. فيحصل رابيد انكريز ان لينس، يعني رابيد ايلونجيشن اوف ذا هارت تيوب. طيب ما فيش مكان تتمدد فيه الهارت تيوب فيرتيكالي، فالهارت تيوب هتتمدد هوريزونتالي، يحصل فيها عدد 4 تمددات، تمددات يسموها اكسبانشنز. يبقى الخطوة الرابعة من مراحل تكون الهارت هي ظهور عدد 4 اكسبانشنز في الهارت تيوب نتيجة الرابيد ريت اوف الونجيشن، تطول بسرعة فتتمدد، يحصل فيها 4 تمددات، 4 تضخمات، 4 انتفاخات يسموها expansions, dilatations, enlargements, swelling. هذه التضخمات نتيجة سرعة الرابيد جروينج ريت اوف ذا هارت تيوب. التضخمات ديت الأربعة اللي احنا شايفينها اهي هتشير بعد ذلك إلى إن دي هيبقى different heart chambers. تعالوا نسمي هذه التضخمات. أول تضخم أول expansion هو الموست كودال اللي متصل بتو هورنز المتصلين بمين؟ بالستة فينوس تشانلز، تلاتة على كل ناحية. أول تضخم أو الإكسبانشن بيسموه ساينس فينوزس. الساينس فينوزس ده كان شايل في ديله من تحت التو هورنز قرنين اتنين اللي بيمثلوا بقايا الاندوكارديال تيوبز، وزي ما احنا قلنا كل هورن يتصل بعدد 3 أوردة، الكومن كاردينال والفيتال لاين والامبليكال فين. ده اول اكسبانشن اللي اسمه الساينس فينوزس. الاكسبانشن الثاني اسمه البريميتيف اتريوم، يقع سيفاليك، يقع كرينيال
يعني اباف، بس احنا هنا زي ما احنا قلنا قبل كده مصطلحات اباف وبلو وانتيريور وبوستيريور وسوبيريور وانفير ما تنفعش مع الجنين، لان الجنين كان قاعد وضعه مقلوب، فما اقولش ابر ولور، اقول سيفاليك او كرينيال، اقول كودال بدل ما اقول انتيريور وبوستيريور، اقول فينترال ودورسال. فهنا كرينيال يعني ناحيه الكرينيا من ناحيه الهيد، او سيفاليك نفس المعنى، سيفاليك او كرينيال تو ذا ساينس فينوزس، هنجد الاكسبانشن الثاني اللي اسمه البريميتيف اتريوم، اللي هيقول لي ان هنا هيكون مكان تكون الاتريا. الاكسبانشن الثالث يقع كرينيال تو ذا اتريوم، طبعا سميناه بريميتيف اتريوم لانه اولي لسه ما تشقش او ما انقسمش لتو اتريوم. هتقع للشمبر الثالثه اسمها البريميتيف فينتريكل، تقع كرينيال تو ذا ايه بريميتيف اتريوم، يفصل البريميتيف فينتريكل عن البريميتيف اتريوم سالكس يسموه اتريو فينتريكولار سالكس، اللي واضح من اسمه يبقى الاتريو فينتريكولار سالكس او الكوروناري سالكس. واخيرا الموست كرينيال اكسبانشن هيسموه البالباس كورديس. البالباس كورديس ده شايل على راسه، شايل على السيفاليك اند بتاعته تو هورنز اللي هيكونوا على اتصال بالدورسال اورطة. افكركم ان التو هورنز دول بيمثلوا بقايا الاندوكارديال تيوب اللي رفضت تتحد مع بعض. الاندوكارديال تيوب كانت اتحدت هنا وسابت الجزء العلوي والجزء السفلي مش متحدين. يفصل البالباس كورديس عن البريميتيف فينتريكل سالكس اخر يسموه بالبو فينتريكولار سالكس، ده هيشير مستقبلا الى مكان الانتر فينتريكولار سالكس. دي الاربعه اكسبانشنز اللي ظهرت نتيجه الرابيد ريت اوف جروس اوف ذا برايمري هارت تيوب. اربعه اكسبانشنز يفصلهم عن بعض عدد من الكونستريكشنز. طيب الخطوة الخامسة من مراحل تكون الهارت هي عملية الفورميشن اوف ذا كاردياك لوب. ايه الكاردياك لوب ده؟ الكاردياك لوب نتيجة البروجريشن اوف الونجيشن اوف ذا هارت تيوب، ظهر الاكسبانشنز او السكيوليشنز، ما زال البروجريشن، ما زال تسارع النمو بيزيد، فهيحصل فولدنج اوف ذا هارت تيوب. ادي التو سيفاليك هورنز، وادي التو كودال هورنز، وادي البرايمري هارت تيوب اللي قاعده تطول. فلما تبتدي تطول وظهر فيها الاكسبانشنز، عمليه الطول مستمره ما عادتش مكفيه، فيتحول من برايمري هارت تيوب ذات اكسبانشنز تتحول الى كاردياك لوب ياخد شكل حرف الاس. في عمليه فولدنج هتحصل للبرايمري هارت تيوب. بظهور الفولدنج اوف ذا هارت تيوب، الهارت تيوب او البرايمري هارت تيوب تتحول الى اس شيبد باترن، وتتحول من تيوب الى لوب. ادي اللوب شكل واخد شكل حرف الاس اهو، ادي من هنا ونازل وطالع مره تانية ونازل مره اخرى. طيب هذا الفولدنج اوف ذا هارت تيوب اللي اعقبه تكون الكاردياك لوب هيحصل فيه ديسبليسمنت ان ذا بوزيشن اوف ذا كاردياك اكسبانشنز. التمددات التضخمات اللي في الهارت تيوب هتبتدي تغير وضعها. احنا لو نتذكر لو احنا فردنا هذه التيوب وخليناها على خط واحد هتبقى دي السيفاليك اند، المفروض تحت منها على طول البالباس كورديس، مفروض تحت منه الفنتريكل، مفروض تحت منه الاتريوم، وتحت منه الساينس فينوزا ثم الكودال اند. لكن هنا مع تكون اللوب هيبتدي يتغير وضع مين؟ يتغير وضع الكاردياك اكسبانشنز. التضخمات الموجوده ديت، السكيولز الموجوده ديت هتبتدي تغير وضعها. نتيجه تغير الوضع هتكون كالتالي. البالباس كورديس، ادي البالباس كورديس اللي هنا هيمثل في صوره ده البالباس كورديس اللي هو كل ده من اول هنا لحد هنا. البالباس كورديس هنا هوت هيغير وضعه، بس البالباس كورديس انا كاتب عليه ايه؟ البالباس كورديس زي ما احنا هنشوف في الشريحه الجايه هيتميز لثلاث اجزاء.
جزء هيروح لكون الرايت فنتركل او يساهم في تكوين الرايت فنتركل، وجزء اخر هيساهم في تكوين البلاد فيزلز اللي ماسكه في الفنتركلز او بدايتها، بيسموه الكونس كورديس اللي هو البلمونر ترانك والفيستبيول، والجزء الثالث اللي هو الترانكس ارتريوزس اللي هيكون البلاد فيزلز اللي ماسكه في الفنتركلز اللي هم الاورطه والبلمونر ترانك. دي كانت اجزاء البالباس كورديس. البالباس كورديس هنا هيحصل له ديسبليسمنت، هيغير وضعه، بدل ما كان قاعد فوق تحت السفلك اند مباشره، لا هيحصل له ديسبليسمنت وينزل تحت. ما دام نزل تحت يبقى نزل كودالي ويمشي فنترالي. فنترالي يعني اتجه ناحيه الامام، اهو طالع في الامام اهو، يبقى نزل تحت واتجه في الامام وشويه راح ناحيه الرايت سايد. علشان كده احنا مش شايفينه كله، لان شايفين جزء منه، لان ده الفيو ده اسمه ليفت لاترال فيو. فمن هنا انا شايف جزء فقط من البالباس كورديس ممثلا في اجزائه الثلاثه اللي هنتكلم عليها بعد كده. يبقى ده اول تغير في وضع البالباس كورديس، اللي هو البالباس كورديس نزل كودال ونزل فنترال وشويه اتجه تو زي رايت سايد، علشان كده في جزء منه مستخبي ورا الصوره. ده الوضع الاولاني او للاكسبانشن الاولاني. الاكسبانشن الثاني اللي هو الفنتريكل. الفنتريكل المفروض كان قاعد تحت البالباس كورديس، ما زال قاعد تحت البالباس كورديس، بس بقى هنا ديسبليسد الفنتريكل واتجه ناحيه الليفت سايد، علشان يكون اساسا ايه الليفت فنتريكولار تشامبر. طب الاتريوم، المفروض الاتريوم كان تحت، ده الاتريوم حصل له ديسبليسمنت وطلع فوق، ده طلع بقى سيفاليك وطلع بقى دورسال. سيفاليك ودورسال لمين؟ سيفاليك ودورسال، سيفاليك بالنسبه للفنتريكل ودورسال بالنسبه للبالباس كورديس. واخيرا اللي مازال محتفظ على وضعه هو الساينس فينوزا، المفروض تحت كمان او الساينس فينوزا بس بقى دورسال، لكن التو هورنز اللي طالعين منه ما زالوا متجهين كودل. طيب الهدف من العمليه دي ايه؟ الهدف من عمليه الفولدنج، احنا قلنا ان سبب الفولدنج اوف ذا برايمري هارت تيوب هو تسارع نمو الهارت تيوب، وكونت لي لوب بالشكل ده. طب تغير وضع التشيمبرز ديت، تغير وضعها، علشان كل تشيمبر ياخد وضعه في الصوره اللي ربنا خلقه عليها. الاتريوم هيبقى فوق الفنتريكل وطالع من الفنتريكلز البلود فيزلز اللي هي ايه؟ هنتكلم على البيج فيز بالمر ترانك والاورطة، وتفصيلاتهم هنعرفها بعد كده. الساينس فينوزس ده مازال متصل بالاتريوم بس من الخلف، وماسك فيه الفينا السايد. واضح ان الساينس فينوزس اللي ماسك فيه الفينا السايدز يعني هتدخل فيه مجموعه ستراكشرز هتشكل البيج فينز اللي متجهه للاتريال تشامبر. ده كان الفولدنج اوف ذا ايه اوف ذا هارت تيوب. بعد كده هيحصل العمليه السادسه اللي اسمها الديفرنشيشن اوف ذا هارت كاردياك لوب. الكاردياك لوب او الهارت لوب، ناخد نشوف انتيرير فيو، ادي منظر امامي، ادي منظر امامي، ادي عندي الفنتريكولار تشامبر، اهي الفنتريكولار تشامبر اهي اللي نزلت تحت البالباس كورديس. طيب فين البالباس كورديس؟ البالباس كورديس اهو، ده البالباس كورديس ان هو انقسم الى ثلاث اقسام. قسم هيشارك في تكوين الرايت اتريوم، ده البروكسيمال بارت، يبقى البروكسيمال بارت بتاعه يشارك في تكوين الرايت فنتركل، عفوا يشارك في تكوين الرايت فنتركل. والقسم الاوسط اللي هو الميد بورشن اللي اسمه الكونس كورديس، ناقصه هنا الكونس كورديس، ده اللي هيساهم في تكوين البيجيننج اوف ذا بيج فيزلز اللي ماسكه في التو فنتريكلز اللي هم الفيستيبول اوف اورتا والانفانديبلم اوف ذا بالمونر ترانك. اما الموستسيفاليك بارت اوف ذا بالباس كورديس اللي اسمه ترانكس ارتريوزس اللي هينقسم ويكون الاورتا والبالموناري ترانك. امال فين الفنتريكل؟ ادي الفنتريكل اهو، ده الليفت فنتريكل اللي هو البريمتيف فنتريكل. البريمتيف فنتريكل يبقى اساسا الليفت فنتريكل ده اساسا، وبارتلي الرايت فنتركل. فالرايت فنتركل طالع من جزئيا من خارج من البريمتيف فنتركل، وجزء اخر طالع من البالباس كورتيز. طب فين الرايت اتريوم؟ الرايت اتريوم قاعد ورا مين؟ قاعد ورا البريمتيف فنتركل، او قاعد ورا وشويه تحتيه. ف
فالبريمتيف اتريوم هنا هو باين ان هو قاعد وراه، بس في جزء لسه مازال مختفي، ان ده انتيريور فيو، فجزء منه من البريمتيف اتريوم مستخبي ورا مين؟ ورا الفيوتشر او البريمتيف فينتركل، اللي يصبح مستقبلا هو الفيوتشر ليفت فينتركل. طب هنا الساينس فينوزس اهو، وطلع منه بعد كده التو هورنز اللي نازلين منه. يبقى هنا الديفرنشيشن اللي حصل كان اصاب اساسا البالباس كورديس وقسمه لثلاث اقسام، بروكسيمال بارت وميد بارت وسيفاليك بارت. البروكسيمال بارت يساهم في تكوين الرايت فينتركل، والميد بارت هيساهم في تكوين البيك فيزلز اللي ماسكه في التو فينتركلز اللي هم بدايتهم الاوبرمور ترانك والفيستيبيول، واخيرا الموسس فاليك بارت اوف ذا بالباس كورديس هيتميز الى تيوب كبيره ضخمه اسمها ترانكس ارتريوزس اللي هتصبح بعد ذلك البالمونا ترانك والاورطه. وتفصيلات الكلام ده هنعرفها في المحاضره اللي جايه.